كدفاع مدني عامل في الريف الغربي، وبالإضافة إلى مركز جسر الشغور نقوم الآن بحفر بعض الممرات المائي لتحويل وسير الأمطار الغزيرة التي تحصل في المنطقة لإبعادها عن الخيم ولعدم خوفا من عدم جرفها وسيلها كما حدث منذ فترات سابقة ومنذ سنوات وأعوام ماضية. طبعا نقوم الآن بحفر بعض الممرات بعد الجبر الصحية أيضا ضمن المخيم بناء على طلب الأهالي الموجودين في هذا المخيم.